عملها. لا بس هو في الصح كان اكثر. لا لا اسمع امبارح كان هكذا كان اكثر في الصح ثماره هكذا كان تمسوا في راسي جامد. فكر كان يجري تفضل تفتي كان يجري هنايا يلعب بالون كان يلعب مور البالون جرامور بالون لعبوا غميضه ولعبوا جرامور البالون دركا دخل محسون هما كانوا يلعبوا الفوق كانوا يلعبوا الفوق والبالون تيرا واحد البالون حبط جا موراه جيسومون فوالا شد البالون لهنايا وحكم بيدو في البوطو لصق في البوطو فوالا طاح هنايا كان طاح هنايا كان بين البوطو مش البوطو بالمش هو كان بين كوبين هما كان هو كان بين البوطو مانيش هذوك الشراره الكهربائيه ما كاش دوكا ما كاش على حساب هذه الظلمه هذه ما كاش كوباو وهادو موش داروا هذا كان البوطو كيما راهو تشوف كيما كنت تشوفوا فيه دوك البارح كان هكذا على هذه الحاله اللي راهو فيها دوكا قبل ما يبان تما انتم هي منطقيا ما نهضروا بالبرالوجي بالمنطق البوطو هكذا ما فيش تريسيتي هذه معروفه بحال كون تريسيتي في بوطو هكذا مغلوق صحيح كاينه هادوك واش داروا مجرمين تاع ايرما اللي يخدموا لي سوتريتور تاع سون الغاز واش يدير اليوم الصباح بعثوا دي زاجو ثلاثه من الناس جاوا لهنا جاوا خلصه باش يغطوا الجريمه طلعوا هاد الكاش هذا او في واحد 120 بالك ولا اكثر طلعوا للفوق خربوا جبدوا الخيوط الحق لها بهم ورزموا الحق لها بهم ودرت لهم فيديو عندي هنا في الفيسبوك درت لهم فيديو جرينا محاوزناهم جبدوا الخيوط تاع لا روتونسيون 380 باش مشايدينا بالشاطيطو كانوا يبريكو هذه سياسه البريكول وماذا بيا ان شاء الله بالشاطيطو وماذا بيا بربي ان شاء الله جريمه هذه ما يسكت عليها القانون وماذا بيا هاد المسؤولين من الخدام البسيط من الخدام البسيط كان يسمح يخرب في هذا البوطو ديال المسؤول الاول كاع يتحاسبوا حتى خدام بسيط كومبليس ما عندوش ضمير ما عندوش لا كونسيونس بروفيسيونيل ورام لي فامي قاعدين سكوش تاع لومباراج وكارطون مغطي لي كاب تاع لا روتونسيون شوفوا الجريمه شنعه سكوش تاع لومباراج وكارطون باش مغطيين لا روتونسيون لا 380 البلاصه اللي نورمالمون فاميليال يديروا فيها غير الدراري صغار مساكن راهم برسك اجبات كارت الله وزيد كاين حاجه زيد تاكد مليح الجريمه كيما حنا نقولوا سبق الاسراء والترصد البلاصه هذه اليوم علاش مظلامه اليوم خاصه علاش مظلامه خاطر علاش ما قدروش زربتهم هذيك الحاله دوك واش الدعوه راهي مظلامه علاش مظلامه من السب من الموت تاع اللي دخلت البارح تحرجوا تفضحوا طفوا كل تريسيتي قاعد تفوا خاص تريسيتي على بالهم بلي كاين دونجي مورتال هنا كاين دونجي مورتال هنا كاين دونجي اللي ادى بروح وليد اختي باري ربي يرحمه كاين هذه الكارطون كاع هذه شوفوا هذه حاله من بزاف حالات بالك هادي في وسط الملائكة راهم مغطين مغطين لا اوتونسيون يا عجب تربي باش بسكوش تاع لومبالاج 380 بسكوش تاع لومبالاج وكارطون مغطين حفرة كبيرة البلاصة اللي يدوروا فيها الملائكة بوكو بليس الملائكة تغلي نهار كامل سيرتو دوكا في وقت العطلة ما عندهمش وين يروحوا مساكن اوتوماتيك موجه البلاصة اللي قالوا عليها من منزه عائلي وفاميليال والغازون شبحوا لهم الورد هذه قنابل موقوته هاي لا بروف الدنيا قاعده مظلامه هاي فضحهم ربي هاي مظلامه الدنيا علاش مظلامه الدنيا علاش ما قدروش يطلقوا تريسيتي على بالهم بلي زيدي متاخر على بالهم بلي تريسيتي راهي مخدومه فو خدمه فو كومبلي مساس على راسها خدمه كاع فو انا مادا بيا ان شاء الله وصل لوليد اختي ما زيد يصرح حتى لواحد اي كان كبير ولا صغير با يكون من اي جنس ما يروحش فيها غير حتى الكبير ويروح فيها واش ماذا بيا هذا من الكابينه تاعها من تمشي بتريسيتي هذه
تمشي بتريسيتي، هاي لك هذه بتريسيتي، هذه فواره تمشي بتريسيتي زعما شلال دايرين هال، وهاو لك الجروب تاعها ونراها هنا هاو الجروب تاعها حتى بلاصه هذه دونجي معايا ودري صاي تشبطوا هنايا. هذا نورمالمون الجروب تاع الفواره تاع لافونت هذه هي اللي تمشي ها واش يمشيها، هذا هو الجروب هنا لداخل، هذا اللي صرفوا عليه الملايير، هو اللي كان سبا في موت وليد اختي الله يرحمه. اسمك تايا؟ عاشوري محمود عبد الكريم. ها واش تقرا؟ نقرا سنة أولى متوسطة متوسطة عبد الكريم من العقون. واش ترى البارح هنايا واش؟ بون البارح أنا كنت قاعد في الدار طليت من الطاقة، كي طليت شت لومبيلونس والحالة ما تخلعت، قالت كش واحد مات ولا عم بدا بابا راح يشوف. كي دخلت الدار جا مصدوم كاع وجعو قلبه، كو حالة كيما هادي نورمالمون تراش لو كان في لوروب يقتلوا روحهم لو كان ترا هادي ولا لا لا. المهم كي جا انا بلي طفل واش ترا مع الاول داري هنا كانوا يلعبوا بالون نورمال ما كان والو ما كان عياط ما نعرفوش معليش معاهم داري هادوك ايه مورف نلعب معاهم وي كانوا يلعبوا لهنايا عم بعدا واحد تاع البالون جابوا له هكا كي تاع البالون نسق مع البوطو سوا سوا غير راح جابوا هدايا مات ضربت فيه تريسيتي بسكو كاين واحد الخيط كان مقطوع من الداخل ماشي من برا هكدايا كانت ماس غير جبدوها لصق فيه بلاصتو مات شبع موت ربع سوايع وربع سوايع هو حاطينو في المطرح وعلاه ما رفضوش دايرو بسكو لو كان يمسو تخبط فيهم تريسيتي وجاو الحمايا جاو كلش جو لوطاري بصح وقالك جو لامبيلونس ولا بوليس ما خلاوش كاع يشوف ربع سوايع هو قاعد شبع موت يخلص الله يرحمه. هذا واش نقول ملايكه مسكينه ربي يحبو الدار والله ربي يحبو. توصي دراري كي يشوفوا هكذا اللي يعني لي بوطو وكذا يديروا حذرهم يعني كي يعرفوا يعرفوا وين تمشوا يعرفوا وين تشوفوا شوفوا مليح ماشي امشي برك امكان داري مشوين جات في الغابه فما نباليش كيما هنا شحال خطاش ودايع عمر لهنا يدخلوا كلش عرايا وكلش يدخلوا يعوموا وهذا الماء ماشي مليح والله نوصيهم لي عموا لهنا ما ماشي مليح كاع يمصوهم ما تطلقوش ولادكم وين جات ما تطلقوش كاع ولادكم ما عليه خرجوا معاهم شوفوهم وين يروحوا لازم تعرفوا ماشي طلق برك العب برا دي واش تحب واش توصل المسؤولين باش يشوفوا هذا يعني الهياكل هكذا شغل تاع الكهرباء ديروا حذركم اعرفوا واش ديروا مسؤول عندكم مسؤولين في الجزائر عندكم مسؤولين والو يتحاسبوا من الكبير للصغير يتحاسبوا كاع والله يتحاسبوا والله ما يتحسبوش في الدنيا يتحسب معنا ربي يحسبهم كم يلفوا. شوفوا سبحان الله العظيم شوفوا يا ناس الجريمة شوفوا بيسين بيركة فوق تريسيتي بيركة تعمى فوق تريسيتي بيركة تعمى فوق تريسيتي وهذا ترى بعد راه قام فرش بتريسيتي بلا وطنسي وبيركة تعمى شوفوا فوق تريسيتي لها كامل لعبوا دريلين هنا هادي بلاصة قلت لكم يا اخي مرجة هادي فيها الماء طول طون نهار كامل الجاردين كامل ويروزي يحلوا تويو ويخلوا يروزي وشوف الناس هادو الجيران محلق لهم اجراءات وقائية بسيطة بدائية وشنو هي داروا الزيت فوق البوست هذا على الدراري باش ما يزيدش يطلعوا وسخوه كاع بالزيت هاكو تشوفوا كشان مسخ بالزيت باش الدراري ما يديرلوش ما يصير حتى حاجة تريسيتي والماء عامليك
وهنا شوفوا كانوا يعملوا دراي يسار دراي يسار الله غالب عليه مالكم تحلم بالون بلا بالون يحبوا يعوموا تفلت حتى يتعسوا مالك اجيب دور بي يلعبوا يجوا يشبكوا هنايا يجوا يشبكوا الفوق دراي يسار هذه هي واش حد يديرها حتى يتعس. مشهد محير ومؤسف لرحيل طفل براءة في حي العناصر هنا في أعالي العاصمة. هذا الطفل جاء من مدينة سكيكدة، جاء ليقضي عطلته الصيفية مع أقرانه من أقربائه ومن أيضا رفاق له يلعب معهم، يذهب بعدها إلى فضاء للترفيه في مجمع ترفيهي هنا في أعالي العناصر. النهاية كانت كابوس مرعب، كانت أيضا أقل ما يقال أنها هذه الحادثة تعيد نفسها مرة أخرى وتعيد الموضوع رحيل كثير من الأطفال في فضاءات الترفيه جراء تلاعب بعض المسؤولين أيضا وجراء غياب المراقبة والمتابعة التقنية للمؤسسات التي تشتغل وتقوم بتهيئة أعمدة الكهرباء، مثلا مثل ما حدث لوسيم الذي جاء من سكيكدة. يعني وسيم راح ليسترجع كرة من أمام عمود كهربائي فوجد نفسه جثة هامدة. شهود عيان وكذلك مواطنون يؤكدون بأن فيه كثير من الغش حسب الصور التي استقيناها من أرض الواقع، حتى في استعمال ربما عملية ختم الأعمدة الكهربائية بالكرتون وأيضا بالشريط اللاصق. فهذا في سنة 2019 ما زلنا نغطي الشمس بالغربال ونغطي أيضا الأعمدة الكهربائية ذات الشرارة العالية جدا أو القاتلة بشريط لاصق وربما الكرتون. سادة الكرام، ما بقى لي غير نقول لكم أنه لازم تبقوا معنا اللي باش نشوفوا هذا الواقع المحير واللي لازم تكون لنا عبرة وتكون للمسؤولين اللي تلعبوا أو كان فيهم فيه تقصير أنه تكون عبرة ونضع النقاط على الحروف. بقوا معنا مشاهدين الكرام لأنه كل العائلات وكل الأولياء مطالبين أيضا بالنظر وإعادة النظر في طريقة ممارسة أولادهم وليس للعب وللترفيه وليس كما نقول أرحام تدفع وشوارع تبلع، لكن حتى شيء المؤسف أنه كما قلنا راح نطلعوا على الواقع المر لتهيئة هذه المرافق العمومية واللي غالبا ما كان فيها تجاوزات. تهيئ هذه المرافق بالملايير ولكن يكبل فيها أولاد الزوالية إلى المقابر فرادا وجماعات مثل النمل والحشرات. يلا